الفيصلي اللي ايضا عنده تجربه اكيد او الفيصلي، والتغطيه موجوده تعود من جديد مره اخرى. الحزم لعب مع التعاون والتعادل، كان كره من جانب رئيس بولحي طويله الى الامام، وليد الاحمد الى جانب ينقل كره لهشام فايق ثم لوليد مره اخرى، يغير اتجاه اللعب تماما لوليد الاحمد في محاوله لنقل كره اماميه وممتازه لمرمى الاتفاق، يريد ان يسجل، يريد ان هنا تصويبه قويه وفرصه من زمني شوط المباراه الاول. فاسكو دي جاما وانترناسيونال وشاب كوينسي وغوياس وعنده تجربه، جانبي مارينوس اوزونيدس اليوناني مدرب الفيصلي والرساوية الان، وعلى يسار امبولحي لعبت الكره والراسيه جبلين فقط في الصراع، هنا كره اماميه وفرصه وهدف اول، كان وضع سليم والراسيه من وليد، تراجع للخلف لكن عندنا كره اماميه، عبد اللاوي ايوب يرسل كره بعيده جدا لكن اقرب لوليد الاحمد، علي هزازي أمامية يتقدم في كرة إلى الأمام، يمر كرة لكوايسون، مباراتان وديتان سيلعب في الفرصة الاتفاقية والكرة ممتازة، وأمير يونس وفرصة أيضا الرجاء ودرب الزمالك فترة كانت ذهبية مع الزمالك، المولد انطلاقة سريعة وعرضية الآن حاضرة وخطيرة على تقطع لمصلحة الاتفاق، تعود عند سليتي وحكم المباراة يشير إلى مخالفة. وليد الأحمد كانت ثمينة لأمين يونس، كان أمين يونس يتأهب، الآخر كارتيرون، وكارتيرون مارينوس هو المدرب الثاني هذا الموسم في الاتفاق، واحد من اللاعبين في تاريخ الاتفاق والأخضر من دون شك. يوسف نياكاتي يحاول نياكاتي وكرة أرضية وخطيرة، هدف جميل يتعادل فيه الاتفاق.